أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن الميليشيا الحوثية الانقلابية اختطفت وأخفت قسرياً 18,606 أشخاص في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من سبتمبر من العام 2014 وحتى يوليو من العام 2017. وأوضح التحالف أن عدد حالات الاختطاف بلغت نحو 16,000 حالة، فيما بلغت حالات الاختفاء القسري 2,638 حالة في مختلف محافظات اليمن. شرف وربا جعفر الأول صديق مختطف لدى ميليشيا الحوثي الإيرانية، وربا ابنة مختطف آخر، وكليهما يقبعان في سجون الميليشيات ولا يعرف عنهما شيئاً، وتمارس في حقهما أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وبعضهم أكره على الاعتراف بارتكاب مخالفات تحت سطوة التعذيب كما يحكي أقرباؤهم. هناك صديق لي اسمه مجيب غالب أحمد الشرعبي، أحد موظفين المنشآت الخاصة التعليمية، اختطف منذ عام وظهر في قناة المسيرة الإجرامية بعد التهديد والضرب والتعذيب، استخدموا معه كافة أساليب التعذيب القذرة وأجبروه بالإكراه على أن يعترف بأشياء وأنه مصحح، وقد صحح أكثر من 200 موقع. يكيلون إليهم تهما لم يقوموا بها، لم يسمحوا لنا بزيارته أو سماع صوته أو حتى التوصل إلى ما يطلبونه منا كي نتمكن من إخراجه. طريق واحد تسير به الميليشيات الحوثية الإيرانية الإنقلابية هو طريق انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 18,000 شخص اختطفتهم الميليشيات وأخفتهم قسرياً في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى يوليو 2017. ذاك ما أكده تقرير حقوقي صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. التقرير أشار إلى أن المختطفين في سجون الميليشيات تجاوز 15,900 مختطف، فيما بلغت حالات الإخفاء القسري أكثر من 2,600 مخفيا قسريا. بلغ عدد الاختطاف طبعا حوالي 15,968، بينما الاختفاء القسري بلغ 2,638 حالة. طبعا يتعرض هؤلاء المنتهكين المخفيين قسريا والمختطفين حالتهم الصحية متدهورة جدا. الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات هي انتهاكات ممنهجة طالت المجتمع حتى النساء والأطفال. 18,000 مختطفا ومخفيا قسريا في سجون الميليشيات، ذاك ما كشفه تقرير حقوقي. وما خفي كان الرقم أكبر، يتفنن الحوثيون بوسائل تعذيبهم ويمنعون الزيارة عنهم. محمد الحذيفي الإخبارية، تعز.